متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. أحداث مثيرة وساخنة للغاية شهدها الأسبوع المنقضي، وسنلقي الضوء على أبرزها كالمعتاد في حلقة جديدة من سلسلة ميد سبورت حصاد الأسبوع، بحيث ستتابعون معنا حصاد أولمبياد طوكيو وترتيب العرب، زلزال في كتالونيا والسبب ميسي، والأخير يوقع رسميا لباريس سان جيرمان، ليستر يقهر سيتي ويحصد أول بطولة في إنجلترا، فالك يفقد ابنه في حادث مأساوي، عرض استثماري ضخم يصل الليغا وهذا موقف الريال وبرشلونة منه، مان سيتي يحسم أغلى صفقة في تاريخ بريطانيا، وتشيلسي يعيد لوكاكو إلى ستانفورد بريدج. كل هذا والمزيد فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. حصاد الأولمبياد. البداية مع أولمبياد طوكيو الذي أسدل الستار على منافساته يوم الأحد الماضي، وشهد نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في قلب الطاولة على الصين بآخر أيام الأولمبياد لتتربع على صدارة الترتيب العام برصيد 113 ميدالية، منها 39 ذهبية، بينما جاءت الصين ثانيا برصيد 88 ميدالية منها 38 ذهبية. ثم في المركز الثالث حلت اليابان مستضيفة الدورة بحصدها 58 ميدالية منها 27 ذهبية، أما الدول العربية مجتمعة فحققت 18 ميدالية مختلفة، وجاءت قطر في الصدارة برصيد ميداليتين ذهبيتين إضافة إلى ميدالية برونزية، بينما جاءت مصر ثانية رغم تحقيقها 6 ميداليات حيث اكتفت بذهبية واحدة إضافة إلى فضية وأربع ميداليات برونزية، وثالثا حلت تونس بذهبية وفضية، تليها المغرب بالذهبية ثم الأردن بفضية ونحاسية، ثم أربع دول بنحاسية وهي السعودية، البحرين، الكويت وسوريا. البرازيل تحتفظ بذهبية الكرة. للمرة الثانية تواليا نجح المنتخب البرازيلي في التتويج بالميدالية الذهبية ضمن منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، علما بأن ذهبية أولمبياد ريو 2016 كانت الأولى في تاريخه، وجاء تتويج السامبا على حساب إسبانيا في المباراة النهائية بهدفين لهدف، فيما أحرز منتخب المكسيك الميدالية البرونزية للمسابقة بعدما فاز على نظيره الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. أندية الليغا ترفض عرضا ضخما. أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن توصلها لاتفاق مع صندوق الاستثمار الدولي لضخ مبلغ 2.7 مليار يورو في المسابقة، وذلك لدعم الأندية بداية من الموسم الجديد 2021-2022 في ظل الأزمات المالية خلال الوقت الحالي. وأوضح بيان الليغا أنها خطة استثمارية طموحة ستزود الرابطة والأندية بالموارد بهدف مواصلة التحول نحو شركة ترفيه رقمية عالمية وتعزيز المنافسة، لكن الأمر لم يرق لبعض الأندية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة، رغم أن الأول كان سيحصل على 261 مليون يورو والثاني على 270 مليون يورو بموجب الاتفاق. ومن جانبه أصدر النادي الملكي بيانا رسميا أعلن فيه رفضه لهذه الاتفاقية لأنها تمت بدون مشاركته وعلمه، ووصفها بأنها نظام خادع وسيترتب عليه مصادرة 10% من حقوق البث التلفزيوني للأندية لمدة 50 عاما، وهو نفس ما فعله برشلونة أيضا في وقت أكدت فيه معظم الأخبار أن ذلك الرفض من جانب النادي الكتالوني كان من بين الأسباب الرئيسية التي أدت لفشل التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقد ميسي، حيث كان لابورتا منفتحا في البداية على قبول هذا العرض، لكن بحسب الصحف الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي تواصل مع إدارة البارسا ونصحهم بعدم قبول العرض بني موقف موحد بين الناديين من أجل الحفاظ على مشروع دوري السوبر الأوروبي. نكسة فوفانا. مدافع ليستر سيتي تعرض لإصابة قوية وخطيرة في لقاء ودي لفريقه أمام فياريال بعد تدخل من أحد لاعبي الأخير، ليسقط على الأرض ويتلقى العلاج لفترة طويلة على أرضية الملعب قبل أن يتم نقله إلى المستشفى باكيا. وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين إصابة فوفانا بكسر في شظية الساق، ما تطلب خضوعه لعملية جراحية أمس الاثنين، ويبدو أنه لن يتمكن من العودة إلى المستطيل الأرضي
الأخضر في وقت قريب، بحسب ما صرح به مدرب الثعالب بريندان روجرز الذي قال: فوفانا لن يلعب حتى وقت ما في 2022، كان هناك ضرر أكبر بكثير مما كنا نأمل. بالاك يفقد ابنه. حادث مأساوي هز أوساط كرة القدم الألمانية بوفاة إيميليو بالاك، الابن الأوسط للاعب السابق في منتخب ألمانيا تشيلسي وبايرن ميونخ مايكل بالاك، عن عمر 18 عاما، وذلك خلال قضائه لإجازة صيفية في البرتغال وتحديدا جنوبي العاصمة لشبونة، حيث يمتلك بالاك منزلا هناك. وتعرض إيميليو لحادث دراجة الرباعية التي عادة ما تستخدم في الكثبان الرملية والمناطق الطبيعية، ووفقا للسلطات البرتغالية فإن الدراجة الرباعية كانت على أرض غير مستوية، مما جعلها تتدحرج وتدهس إيميليو الذي توفي في فناء بالقرب من منزل والده. ليستر يقهر السيتي. يا لها من افتتاحية موسم رائعة لكتيبة ليستر سيتي بالتتويج بلقب الدرع الخيرية عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف قاتل سجله إيهياناتشو في الدقيقة 89 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن. وجاء هذا التتويج ليمنح ليستر ذلك اللقب للمرة الثانية في تاريخه والأول من نوعه منذ أكثر من 50 عاما، حيث يعود آخر لقب للفريق إلى عام 1971، بينما تجمد رصيد ألقاب مانشستر سيتي في المسابقة عند 6 ألقاب. انطلاق الليغ وان. كأول بطولة كبرى تستأنف موسمها الجديد، انطلقت منافسات الدوري الفرنسي وشهدت الجولة الأولى للمسابقة بعض النتائج المثيرة، أبرزها افتتاح ليل بطل الموسم الماضي مشواره بتعادل مثير مع مضيفه ميتس ب3 أهداف لكل فريق، فيما تمكن وصيف النسخة الماضية باريس سان جيرمان من الفوز على تاروا ب2-1. عودة الجماهير إلى إسبانيا. أعلنت الحكومة الإسبانية عبر وزيرة الصحة السماح بعودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب كرة القدم وباقي الرياضات في الموسم الجديد بنسبة 40% من سعة ملاعب الكرة و30% من سعة ملاعب كرة السلة والصالات المغطاة إجمالا. ولن يتم السماح للجماهير بدخول المدرجات من دون ارتداء أقنعة الوجه بصورة إلزامية، هذا إلى جانب منع التدخين والطعام مع السماح بشرب المياه فقط، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي. ميسي يرحل. مفاجأة مدوية دون سابق إنذار تلقاها جماهير برشلونة قبل أيام بالإعلان رسميا عن رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده، والسبب هو قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني والذي يتطلب الالتزام بسقف معين من الرواتب. وفي حالة برشلونة عانى النادي من أزمة اقتصادية كبيرة، وكان يتعين عليه بيع بعض اللاعبين وتخفيض سقف الرواتب من أجل تسجيل عقد ميسي الجديد، وهو ما لم ينجح النادي في فعله، لينتهي الأمر بفشل التجديد ورحيل ميسي الذي ودع نادي حياته بالدموع وبعض الكلمات المؤثرة خلال مؤتمره الوداعي. ومن أبرز تصريحات البرغوثي قوله: كل الأمور كانت تسير بشكل جيد من أجل تجديد العقد، برشلونة فعل كل ما بوسعه، لكن في نهاية الأمر قالوا لي إنه ليس من الممكن، قيل إنني لا أريد الاستمرار، لكنني أؤكد لكم أنني فعلت المستحيل من أجل البقاء مع برشلونة، إنها أصعب لحظة في مسيرتي، سأرحل وأشكر دائما حب الناس، كنت أتمنى أن أودع الفريق بشكل مختلف، لم أتخيل أبدا هذه اللحظة، كنت أحلم بالوداع على أرضية الملعب. جديد الميركاتو. نختم كالعادة بأخبار الميركاتو. وفي إنجلترا تمكن مانشستر سيتي أخيرا من خصم صفقة الإنجليزي جاك غريليش قادما من أستون فيلا لمدة 6 سنوات مقابل 117 مليون يورو في صفقة جعلته أغلى لاعب بريطاني في التاريخ وكذلك أغلى انتقال في تاريخ دوري الإنجليزي، فيما تم تشيلسي اتفاقه مع إنتر ميلان على ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوفه مقابل 115 مليون يورو
وبراتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو سنويا للاعب، ولا يتبقى سوى الانتهاء من بعض الإجراءات الروتينية حتى يتم الإعلان رسميا عن الصفقة. وما زلنا في إنجلترا، حيث لم يبرم ليفربول أي صفقات جديدة منذ التعاقد مع إبراهيم كوناتي، لكنه نجح في تجديد عقد حارسه أليسون بيكر حتى صيف 2027، ولعب الوسط فابينيو حتى عام 2026. والختام مع قنبلة هذا الميركاتو والحدث الأبرز على الساحة الرياضية، وهو رحيل ميسي عن برشلونة وانتقاله رسميا إلى باريس سان جيرمان، بتأكيد خورخي ميسي والد ووكيل الأرجنتيني. ويمتد العقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، مع منحه راتبا سنويا يتراوح ما بين 35 و40 مليون يورو. ومن المتوقع أن يتم تقديمه لاعبا رسميا في سان جيرمان اليوم الثلاثاء. وحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية وصحف أخرى، فإن ميسي لن يشارك مباشرة مع سان جيرمان، خاصة وأنه لم يخذ فترة إعداد حتى الآن، ولم يشارك في أي مران منذ نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل يوم 10 يوليو الماضي. وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يتبقى أمامه 3 مباريات حتى نهاية أغسطس، وقبل فترة التوقف الدولي، ومن المرتقب أن تشهد مباراته أمام ريمس يوم 29 أغسطس الظهور الأول لميسي بقميص باريس. واختتمت الصحيفة أن ميسي سينضم بعد ذلك لمنتخب بلاده لخوض 3 مباريات في تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا والبرازيل وبوليفيا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.